إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من قناتكم قناة العملة في الكتابة. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن عملات رقمية رخيصة لها مستقبل. 13 عملة رقمية تستعد للانفجار من وجهة نظر قناة العلم يعرف الكذب، من وجهة نظر قناة العلم لا يعرف الكذب. قبل البدء في الحديث عن هذه العملات الرقمية الرخيصة التي أرى أن لها مستقبل وتستعد للانفجار، أدعوكم أولا إلى استغلال عروضنا، عرض وآخر عرض، وحصول على دورتين بسعر دورة واحدة، دورة التحليل الموجي ودورة البرايس أكشن. 34 فيديو مسجل، 25 ساعة من الأسرار لاحتراف التداول بأي سوق مالي كيفما كان، لأن هاتين المدرستان أو المدرستين تعتمدان على المنطق. لا تنسوا أننا لا نقبل الدفع بالكريبتو. الرابط ستجدونه أسفل في التعليقات. أطلبوا رسالة صوتية باسمكم لتجنب النصابين. كذلك أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجاني، هذا هو رابط واس أضعه لكم في صندوق الوصف. في هذه القناة نضع عروضنا ونضع أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية. لاحظوا كمية الأرباح أصدقائي، لاحظوا 48%، 132%، 90%، فيديوهات 271%، فيديوهات أرباح 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 أصدقائي، لاحظوا 115، 142 شهادات صوت وصورة، أرباح 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 205%، صفقات لايف صفقات لايف صفقات لايف، أرباح كذلك 48%، 205%، هذه صفقات على فريم 5 دقائق. الدورة يمكنك استعمالها كما تلاحظون، أرباح 400%، 210%، هذه كلها صفقات للناس اللي اشتركت في الدورة. أنا لا أعطي توصية، تعرفون ذلك تماما. 56% صفقات مباشرة، أرباح على الفوركس، على اي سوق 95%، 261%، 167%، 245%، 550% اليوم، يوم 23 ماي اصدقائي، 131%. هذه افضل دورة اصدقائي يمكنكم، هذه افضل دورة اصدقائي يمكنكم الاشتراك بها بهذا السعر. لا تنسوا الذهاب الى الموقع bigprowavetrader.com، في هذا الموقع ستجدون مقالات وكتب يمكنكم تحميلها مجانا، فقط اضغط على الابداع. مجانا لاملك الخاص، تصلك الكتب لاملك الخاص. تحذير: التداول من خطيره، يمكن ان تخسرك اموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناه هو مغزى تعليمي تثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح ماليه ولا استثماريه. تضغط على زر الشراء والبيع، انت المسؤول، مسؤوليه تامه عن قراراتك. قناه العملة في الكتب لا تتحمل اي مسؤوليه. طيب، اول عمله من العملات ال13 التي ساناقش معكم والتي ارى انها عمله تستعد للانفجار هي عمله شيبا، عمله شيبا اينو. لماذا؟ هذه العمله، تعرفون انا طريقتي اتداول ما اراه في الشارت، احلل ما اراه في الشارت، لا يهمني المشروع، لا يهمني الويب سايت، لا يهمني اي شيء من هذه الامور. لا اقول ان هذا الامر خطا، لا، لكن انا هذه هي طريقتي. لماذا؟ لانه عندما ارى الشارت أرى من الذي يتحكم في شيبا، أرى من الذي يحرك شيبا، وأين هي المنطقة التي سيبدأ فيها ذلك البيج بوي. لاحظوا أصدقائي، من الذي يحرك السوق؟ هل الموقع؟ هل مشروع شيبا؟ ولا البيج بويز، الناس اللي عندها فلوس؟ هذا هو سؤالي. الناس اللي عندها فلوس، تمام. إذا أنا عندما أدخل إلى الشارت أستطيع معرفة هذا الشخص اللي عنده ملايير الدولارات أين يتواجد، و حينها اعرف متى ادخل معه. لانه عندما يدخل احاول ان اتبعه فقط. بالتالي انا لا ارى المشروع، لا ارى هذه الامور. اوكي، يمكنك، لا اقول ان هذا غلط، يمكنك فعل ذلك، لا مشكله في ذلك، بالعكس جيد، لكن انا طريقتي بعيده كل البعد عن ما يقوم به الاخرون. انا ارى الشارت، احلل واعرف بالضبط اين هي مناطق دخول البيج بويز، واحاول ان استغل المومنتوم تبعهم وادخل معهم. اوكي، هذه فقط ملاحظه حتى لا يجي شخص في تعليقات ويقول يا اخي انت لم تتحدث عن المشروع ولم تتحدث عن الموقع وبلا بلا بلا وكميات المحروقه والكميات والماركت كاب والامور. لا لا لا، هذه الامور كلها اعرفها واتقنها جيدا، لكن انا هاتي هي طريقتي. طيب، اذا شيبا اول عمله، لاحظوا هذه منطقة الحرب بين المشترين والبائعين، تغلب البيج بوي، دخلوا بمئات الملايير من الدولارات هنا، بوم، صعد السعر بقوة. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن هذا البيج بوي
لدخل في هذه المنطقة الآن، عندما حصل هذا التخفيض هو ينتظر أفضل سعر بالنسبة له. عندما يحصل على أفضل سعر بالنسبة له، أتوقع أن يكون هناك انفجار لعملة شيبا. أتوقع أن يكون هناك انفجار، فقط ننتظر أن يصل السعر إلى المنطقة المناسبة لهذا البيج بوي. هل ستكون هذه المنطقة؟ ممكن. هل ممكن أن ينزل شيبا قليلا ثم تكون هي هذه المنطقة؟ ممكن. كيف سأعرف ذلك؟ سأعرف ذلك انطلاقا من شيء واحد، ألا وهو أن يكون هناك حرب بين المشترين والبائعين، ثم كسر، ثم تصحيح، هذا هو الصعود فقط. إذن حرب بين المشترين والبائعين، ثم كسر، ثم تصحيح، هذا هو الصعود. هذا على فريم اليوم. يمكنك استعمال نفس الطريقة على فريم 4 ساعات أو الساعة، يمكنك الدخول من هنا أو من هنا أو من هنا، المهم حسب استراتيجيتك. لكن أنا أناقش معك العملات الرخيصة بالنسبة لي وكيف أحللها. إذن الآن لدينا العملة الأولى التي هي عملة شيبا، نريد فقط أن يكتمل هذا الديسكاونت، وبعدها سنتوقع الصعود. هل اكتمل هذا الديسكاونت؟ لدي مشكل في هذه الحركة، ربما قد تحصل هذه الحركة أولا ثم يعود السعر مرة أخيرة قبل الصعود لكي يكتمل هذا النموذج اللي اسمه رانين فلات. لماذا؟ لأني أكره أن يكون هناك كونتراكتين. إذا كان هذا كونتراكتين، فاحتمال كبير أنه يكون هذا فقط تصحيح صغير نزول، ثم بعد ذلك موجود دافعة تصحيح، وهذا هو الصعود. هذا الشكل لا أحبه، لأنه قد يتحول في أي لحظة إلى رانين. هذا هو الإشكال الذي لدي في عملة شيبا، لكن هذا لا يمنع أنها تستعد للانفجار. هذه العملة الأولى بالنسبة لي، عملة شيبا. العملة الثانية هي عملة مانا. عملة مانا، لاحظوا كذلك عملة مانا هي كذلك أتوقع أنها ربما ستستعد للانفجار. لاحظوا كانت لدي يعني حركة موجودة فيها، ثم تصحيح هنا، كونتراكت، ثم صعود، توقف البيج بوي عن الشراء هنا، وهو الآن ينتظر أن يكون هناك ماذا؟ ينتظر أن يكون هناك أن يكتمل هذا التخفيض للصعود. الآن نحن في هذه المنطقة اللي هي منطقة البيج بوي اللي دخل في هذه المنطقة. كذلك لاحظوا معي ألاحظ أن هناك ربما زيادة في الزخم، ربما زيادة في الزخم، مما يعني هذه الحركة مع هذه الحركة هناك زيادة في الزخم، يجب الحذر، مما يعني أنه ربما فقط نقفل هذه الحركة هنا، ربما يتم تقفيل هذه الحركة هنا، ثم يعود السعر مرة أخيرة ليكتمل هذا النموذج، هذا التصحيح للصعود. فانتبهوا من هذا الأمر. إذن كذلك هذه عملة رخيصة تستعد للانفجار، لكن يجب أن يكتمل هذا التصحيح، أن يكتمل هذا التصحيح. كذلك هنا لدي هذا، إذا كان كونتراكت فهذه مشكلة، هذه مشكلة بالنسبة لي، يعني يحتاج إلى زيادة في الزخم ثم تصحيح لكي أقول أن هذا صعود. غير ذلك ربما يكون فقط هذه الحركة هنا ثم نزول أخير قبل الصعود. إذن هذه هي العملة الثانية، تذكروا ذلك، العملة الثانية التي أتوقع لها صعودا بعد اكتمال هذا التصحيح، عملة مانا. العملة الثالثة هي ساند بوكس. ساند بوكس أو ساند، كذلك هذه العملة لاحظوا معي نفس البنية تقريبا، نفس البنية، لدي موجة دافعة ثم تصحيح ثم زيادة في الزخم. عندما يكتمل هذا التصحيح، لاحظوا هذا تصحيح هنا، ولاحظوا نفس 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 البنية. إذا كان هذا كونتراكتين، أحتاج أن يتم كسر هذه أولا، صعود قوي ثم تصحيح لتفادي هذا الكونتراكتين. لكن إذا لم يكن هذا كونتراكتين، فهذا يعني أن هذه الموجة تصحيحية لوحدها، مما يعني 1 2 3 زيادة في الزخم، مما يعني أن هذه الحركة قد تقفل هنا، ثم بعد ذلك نحصل على هذا الرانين فلات لكل هذه الموجة، ثم نزول أخير، وهنا نبحث عن الصعود. إذا لاحظوا هذه العملات كلها فيها نفس المشكل، كونتراكتين فلات. انتبهوا، هذا الكونتراكتين هو الذي سيؤدي بالتلاعب بكم، لذلك أعطيكم هذا السيناريو حتى تضعوه في ذاكرتكم حتى لا يتم التلاعب بكم. إذا هذه كذلك يعني عملة رخيصة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، راقبوها أصدقائي، راقبوها جيدا. إذن هذه عملة ساند بوكس. كذلك العملة الأخرى التي أرى أنها قد تنفجر في أي لحظة هي عملة الفي تشين. هذه العملة، عملة الفي تشين، كذلك
عملة، لاحظوا لدي موجة دافعة ونحن الآن في تصحيح. لاحظوا هذا التصحيح هنا، جميل جدا. هل لدي divergence؟ أوكي لدي divergence، هذه الآن أصبحت واضحة بالنسبة لي A B C. كذلك هاتي لدي هذا النموذج واضح، هنا هو أكبر نموذج، لدي 1 2 3. هل لدي divergence كذلك هنا في هذه المنطقة آخر موجة لنرى؟ أوكي نعم لدي ديفرجنس، جميل جميل جدا. اذا في تشين قريبه 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 جدا من الصعود، اذا هاته العمله قريبه جدا من الصعود. لماذا؟ لان فيها تصحيحات يعني مكتمله 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 البنيه. لاحظوا هذا التصحيح هو مكتمل البنيه expanding flat، اذا وهو على شكل اي بي سي. اذا ما اريد ان اراه لكي اتوقع الصعود هو شيء بسيط سهل، اريد ان ارى حركه قويه ترتد الى هذه المنطقه ثم تصحيح، هذا هو صعود. إذا هاتي العملة كذلك مهمة ومهمة جدا. أو إذا كنت يعني تريد على فريم أصغر، لاحظوا هاتي الموجة، أين هي آخر جدار؟ هنا آخر جدار في هذه المنطقة هو هذا. إذا هذا هو آخر جدار، أعطني كسرا قويا لهذا الجدار الأخير ثم تصحيح، هذا هو صعود. أوكي، إذا هكذا يجب التعامل مع هذه العملات، يجب الحذر، لكن دائما نضعه بالحسبان البيتكوين، نضعه بالحسبان البيتكوين. يجب أولا المرور من البيتكوين لمعرفة هل، لأنه هذه العملات كلها ستتبع البيتكوين في التحرك إذا تحرك البيتكوين. إذا هذه هي العملة الرابعة البيتشين. العملة الأخرى التي يتوقع صعودها هي بوليجون. بوليجون هذه العملة كذلك أريد، أو ماتيك ماتيك أو بوليجون، أريد أن أرى الشارت كاملا. أوكي لاحظوا هي الآن، إذا لاحظوا هنا هذه العملة كذلك هي واضحة موجة دافعة، وهذا تصحيح اكسباندين، فقط أريد أن تكتمل هذه الموجة وبعد ذلك سنبحث عن الصعود. وهل هو، هل هذا رانين فلات؟ أوكي موجة دافعة تصحيح موجة دافعة. هل لدي دايفرجنس لنرى؟ اوكي لدي دايفرجنس، جميل جدا. اذا هذه الموجه على شكل اي بي سي مما يعني انه اي 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 هذا الجدار الاخير، اي كسر لهذا الجدار ثم تصحيح لان هذا هو الجدار الاخير فهو للصعود، لكن نريد ان كسر بقوه لانه خلاص ما دام اي بي سي اي بي سي هذا يعني انه راح يكون انعكاس في الاتجاه او تصحيح اكبر من هذا التصحيح، لكن اذا رايت انه حركه قويه زي التصحيح هذا يعني انه انعكاس في الاتجاه. اذا هذه عمله بوليجون او ماتيك، عمله كذلك مهمة يجب النظر إليها والتركيز عليها. عملة الريبل XRP USDT، الريبل كذلك أرى أن هذه العملة تستعد للإقلاع، تستعد للإقلاع. لماذا؟ لأنه إذا تذكرتم كنا توقعنا أنه هذا راح يكون، عفوا أنه هذا راح يكون رانين فلات، وبالفعل ذلك الذي وقع وتم كسر هذا القاعدة. لدي هذا التصحيح ثم لدي هذا التصحيح هنا. إذا هذه الموجة، هل لدي دايفرجنس الآن؟ ليست لدي دايفرجنس، ليست لدي دايفرجنس، لكن نعم ليست لدي دايفرجنس في هذه الموجة الأخيرة. إذا ما دام ليست لدي دايفرجنس، إذا سأحدد موجتي الأخيرة أين هي؟ هي هاتي. إذا هذا جدار بالنسبة لي، هذا جدار أحتاج أن يصعد، لكن هنا على فريم اليوم اللي نرى على فريم 4 ساعات حتى لا نكون، لن يكون هناك تأخير كثير. أوكي إذا على فريم 4 ساعات آخر جدار هو هذا. إذا ما أريد أن أراه هو أولا كسر لهذا التصحيح بقوة، زيادة في الزخم، كسر لهذا الجدار أي آخر موجة ثم تصحيح هنا، وهكذا سأقول أوكي ربما هذا هو الذي يقول لي صعود، لأنه خلاص اكتمل هذا التصحيح بالنسبة لنا للصعود. أوكي هذا بالنسبة لي XRP راقبها. إذا هذه كلها عملات رخيصة لها مستقبل، لها مستقبل للصعود. ماذا لدي كذلك؟ Z Graph لنرى هذه العملة The Graph. هاتي العملة كذلك، هاتي العملة كذلك، لدي موجة دافعة تصحيح ثم زيادة في الزخم، هذا هو تصحيحي هنا 1 2 3. نحن الآن في آخر موجة، بالتالي أريد أن أرى هل هناك دايفرجنس. أوكي هناك دايفرجنس، جميل جدا. لدي مشكل في هذه الموجة لأنه هذه الحركة قوية، هذه الحركة قوية. هل ستقفل أولا ثم ينزل السعر للمرة الأخيرة قبل الصعود لتعطيني هذا النموذج رانين فلات ويكون التصحيح هو هذا؟ ممكن ممكن. هل
سيكون هذا contracting flat، كذلك نفس الشيء ممكن. بالتالي إذا كان contracting ماذا أريد أن أرى؟ أين هي آخر موجة؟ أين هي آخر موجة بالنسبة لي؟ آخر موجة لنقل على فريم 4 ساعات، هي هاته. إذا هذا جداري، هذا من هنا إلى هنا جدار. طيب أعطيني حركة قوية تكسر هذا الجدار، هذا الأخير هنا، بوم، تصحيح، و هذا هو صعودي. لكن المشكلة قد نحصل على نفس الطول هنا ويعود ذو جراف. إذا انتبهوا من هذا الاحتمال فقط، انتبهوا من هذا الاحتمال فقط. لكن هذه كذلك عملة مرشحة للصعود، لأن هناك زيادة في الزخم الشرائي. البيج بوي الذي دخل هنا هو قوي جدا، وهو فقط ينتظر للصعود، وكذلك لأن هناك دايفرجنس، بالتالي هاتي على شكل ABC، هناك احتمال لانعكاس الاتجاه. العملة الأخرى هي الكاردانو أو الأدا. لنرى ماذا لدينا في الكاردانو، أحتاج إلى شارت يكون واضح. أوكي، لقد حللناها وتوقعنا كسر القاع، وهذا الأمر وقع. إذا الآن هل لدي ديفرجنس؟ أوكي لدي ديفرجنس، لكن إذا أحتاج إلى شيء بسيط. أين ما هو هذا الشيء البسيط؟ لاحظوا معي، إذا هذا قد يكون اكسباندين لهذه الموجة. اوكي، بالتالي احتاج الى ان يتم كسر هذه المنطقة. اخر موجة هذه، صعود قوي، تصحيح، وهذا هو صعود الى كسر هذه القمة، ثم الى 127 فيبوناتشي اكستنشن، لانه هذه الموجات اكتملت بنيتها، كلها مكتملة بنيتها، لديه فقط هذه الموجة، ولكن حتى هي تصحيح. اذا كل الموجات مكتملة بنيتها، احتاج فقط الى موجة دافعة، زيادة في الزخم، ثم تصحيح، وهذا هو صعود. إذا كذلك الأداء رقيبها جميلة وجميلة جدا للصعود. عملة دوتش كوين، لنرى عملة دوتش كوين. أوكي، توقعنا كسر القاع، وهذا الذي وقع، جميل جدا. إذا الآن هل لدي ديفرجنس؟ أوكي لدي ديفرجنس. إذا يعني نفس الشيء، لدينا زيادة في الزخم شرائي، بيج بوي قوي ينتظر فقط الفرصة. إذا هنا كذلك آخر جدار، أريد أن أرى آخر جدار، وهو الذي سيمثل صعودي. آخر جدار هنا، ربما أحتاج إلى فقط، نعم آخر جدار، قد يكون هذه الموجة كلها. إذا أحتاج إلى صعود قوي يكسر هذه الموجة، ثم تصحيح للصعود. إذا ترون كل هذه العملات تقريبا لها نفس البنية، ربما بدأ هذا التصحيح يكتمل، فراقبوها فقط. كنوا حذرين، نحتاج أولا إلى زيادة في الزخم، ثم تصحيح للقول أن هذا صعود، وأهم من ذلك نحتاج إلى نطاق، نحتاج إلى نطاق. أوكي، هذه عملة كذلك جميلة وجميلة جدا، دوتش كوين. ألغوراند كذلك، ألغوراند كذلك هي عملة ربما تستعد للانفجار في أي لحظة. هذه العملة يعني اتوقع لها الصعود، لانه قد يكون هذا اكسباندين، وهذه موجة اولى، بالرغم من انه لدي هذه الموجة، لكن اظن انه هناك صعود لكسر القمة، على الاقل هذه القمة، اي مستوى $3. بالتالي اذا اتيحت لك فرصة صعود قوي لكسر هذه الموجة الاخيرة، اخير جدار، ثم تصحيح، هذا يقول لي ذلك الصعود. لكن غير ذلك لا، الابتعاد عنها الى ان تعطيني ذلك الصعود القوي لتكسر هذا الجدار اللي هو موجود في مستوى 0.79 سنت. اوكي، هذا بالنسبة للألغوراند. كذلك لدي دانت، عملة دانت. عملة دانت عملة مهمة، وكذلك حللناها وتوقعنا كسر القاع، والتوقع كان صحيحا، وهذا راني فلات صحيح. إذا الآن ماذا أريد أن أرى؟ أريد أن أرى كسرا لهذا الجدار هنا. أريد أن أرى حركة قوية تكسر هذا الجدار، ثم تصحح فوق هذا الجدار اللي هو هذه الموجة، ثم بوم إلى أين؟ إلى القمة، لأنه خلاص بالنسبة لي اكتمل هذا التصحيح، وهذه موجة دافعة، وسنحصل على موجة دافعة مماثلة. هذه عملة دانت، بقيت لنا عملتين XEC، لنرى الـ XEC ما بها. أحتاج إلى الشارت أكثر. أوكي، كذلك نفس الشيء، موجة دافعة، تصحيح، موجة دافعة، تصحيح، ثم موجة دافعة، زيادة في الزخام، حصلنا على التصحيحات، كذلك هنا تصحيح، هنا رانين فلات، هنا كونتراكتين. إذا هل لدي دايفرجنس؟ لنرى أين هو المكدي.
اوكي، لدي دايفرجنس هنا، لكن اذا بدات الدايفرجنس تتشكل. اذا هنا كذلك، اين هو اخر جدار بالنسبه لي؟ هذا هو اخر جدار، احتاج الى كسر قوي لذلك الجدار ثم تصحيح، وهكذا سيكون هنا نطاقي، وهذا اختراق كاذب، وهذا هو صعودي لكسر القمه ثم الى 127 في بوناتشي اكستنشن. اذا حتى عملات اكس اي سي فهي عمله جميله وجميله جدا، قد تنفجر في اي لحظه. واخر عمله هي الاي سي بي يو اس دي تي، هذه اخر عمله. هذه العمله هي يعني ارى ان هناك، لاحظوا كميه الدايفرجنس الموجود هنا، بالتالي هناك احتمال ان تنفجر. كذلك لدي هذه الحركه القويه هنا، بالتالي بما ان هناك دايفرجنس وهذه تصحيحات مكتمله وهذا كذلك تصحيح مكتمل، احتاج فقط الى حركه قويه، احتاج فقط الى حركه قويه تكسر لي هذا الجدار، حركه قويه ثم تصحيح، وساحصل على مثل هذه الحركه مساويه هنا. ثم بعد ذلك هناك احتمال ان يعود السعر الى القاع ممكن، وممكن انه يكمل الى القمه، لكن فقط هذا هو بالنسبه لي، لانه هناك نزول. لاحظوا هاتي الاي سي بي، لاحظوا هذه الحركه، اذا هذه موجوده في وهذا تصحيح لنزول، فقط احتاج ان اكمل هذا الصعود قبل النزول. اذا هاتي هي بالنسبة لي أكثر 13 عملة رقمية رخيصة لها مستقبل لسنة 2022. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو. إذا أردتم احتراف هذه الطريقة التي نحلل بها، ما عليكم إلا استغلال عرض دورتين بسعر دورة واحدة. هذا هو الرابط أخي أختي الكريمين، خذ رابطة كاملة، اطلب رسالة صوتية باسمك لتجنب النصابين، اطلب رسالة صوتية باسمك لتجنب النصابين. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم، لا تنسوا كذلك أن تشاركوا الفيديوهات مع أصدقائكم، فجروا لايكات، انتسبوا للقناة، أضع لكم رابط الانتساب أسفل في التعليقات. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم كذلك العلم، ولأن العلم لا يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخو سام، أنا عملت الفيديو طبعا عشان أقول شهادتي بالنسبة للدورتين، دورة التحليل الموجي والبراس أكشن. بصراحة الدورتين ممتازين جدا جدا، وفيهم معلومات قيمة جدا. وانا عايز اقول حاجة بصراحة، ان انا طبعا كنت في سوق الفوركس بقالي فترة، كنت بكسب وبخسر، بس للأسف ما كنتش، لما بكسب ما كنتش عارف انا بكسب ليه، ولما كنت بخسر برضه ما كنتش عارف انا بخسر ليه. فعايز اقول ان اكبر استفادة استفدتها من الدورة دي ان انا بقيت اعرف لما بكسب بكسب ليه ولما بخسر بخسر ليه، ودي اكبر استفادة طبعا، لان مع الاستمرار هتعلم اتجنب الاخطاء في الصفقات الخاسرة يعني، واكرر الحاجات اللي انا عملتها عشان اكسب في الصفقات اللي كسبتها يعني. بس فدي حاجة ممتازة جدا جدا. ودي عايز اوريكم برضو صفقة من الذهب. هو كان دي صفقة من الذهب، رغم طبعا ان الذهب فيه هبوط كبير جدا، بس انا طبعا مع ذلك دخلت شراء، لان في نموذج هنا تحقق، نموذج الاكسباندنج فلات، ودخلت شراء من النقطة دي الحمد لله. من هنا اول نقطة، اول منطقة، ودي تاني منطقة، والحمد لله هو دلوقتي في ربح وداخل على تحقيق الربح. انا بالنسبه لي ممكن اطلع من النقطه دي، لان هنا عامل دايفرجنس، واكتفي بالربح ده، فالحمد لله يعني.